كانت علاقتك بالرجل في هذه المرحلة ديال الطفولة والمراهقة وانت كتكبري؟ هذا سؤال زوين حيتاش أنا ما عندي حتى شي مشكل مع الرجل. كنقولوا فاش كنقولوا الرجل شنو هو الرجل؟ شنو هو الرجل؟ هو الذي يحترم نفسه، هو يحترم النساء. أما الذكوريين واللي كيكرهوا ولا شحال من حاجة ما كنسميش حتى مشكل معاهم ولا أنا كنحاربهم، يمكن هما كيحاربوني. هما يعني كنشوف واحد الكراهية فيهم يعني لا توصف. يعني واش علاقتك مع الرجل كانت سلسة؟ يعني حتى أنت مثلا في الكوليج ولا في الليسي تصاحبتي؟ لا أنا كنت معقدة. ديال شي أنا يا مجدة يعني أنا في شي نقاط محافظة محافظة بزاف. حيت أنا راك دابا أنت كتعاودي وأنا كنتصدم شوية بشوية، لأن كلشي كيتصدم في هادشي. هاد المتمردة الفيمينيست اللي دايرة حالة. بالعكس حنا غنصلحوا هاد شوف أنا ما عنديش مشكل حتى بنادم يتصاحب ولا يدير شي حاجة، راك شنو هو النضال ديالي؟ ندخلوا سوق راسها اللي بغى يدير شي حاجة، ولكن سولتيني عليا أنا شنو درت؟ أنتي شنو درت؟ ما كانت علاقات؟ حيتاش كان عندي شوف عرفتي باش تجي الأول في المغرب والله ما عندك الوقت للتصاحب، ما عندكش وقت لدوك الميساجات وقت أخرى حتى 3 الصباح، فين هو الوقت؟ عمرك بغيتي شي واحد في هذه المرحلة؟ لا شي إعجاب؟ طبيعة الحال يعني ما كتكرهيش الراجل، يعني كاين مشاعر تجاه الرجل؟ طبيعة الحال كاين مشاعر تجاه الرجل. حيت حنا كتجينا بحال انت والراجل جوج الحوايج ما لا انا مستقبلا غتشوفوا الابناء ديالي وغتشوفوا الزوج ديالي وغادي شحال من حاجه غادي تبان، ولكن للاسف دائما كنقارنوا انك تكون فيمينيست. كاين اللي تيقول عليا انا يعني عندي ميولات جنسيه واحده اخرى، ما شوف انا حيتاش كنكونوا حاقدين على الرجل اوتوماتيكمون كنقولوا اذا هذا الشخص مثلي، يعني انت كتميلي الى الفيمينيزم. ماشي حقد على الرجل، الفيمينيزم هو رساله للعالم كامل باش ندويو على الذكوريين. شوف راه كاين الرجل وكاين كاين الذكوريين. بزاف كيبغيو يقارنوا النسويه ككره للرجولة ولا التستوستيرون ولا العكس. أنا يا بعض المرات كنلقى راسي أنا كنناضل على الرجولة، بعض المرات أنا كندوي عليها بواحد الحرقة. يعني الرجولة هي واحد الرحلة اللي خاصك تعلم منها في الآخر أنه مهما كانت يعني القوة ديالك ولا الأفكار ديالك، عمرك تخدم داك الشيء كواحد القوة ضد شي واحد جنس آخر أو لا شحال من حاجة. علاش حنا فاش كنبقاو كندويو على العدل ما بين المرأة والرجل كيبقى كيجبد لك لياجور؟ ايوا انا راجل غنهز لياجور، نتينا ما تقديش تهزي لياجورة. لا سيدي حنا ماشي في غابة كنصيدوا الغزالة باش ناكلوا، كاين واحد الدستور، كاين واحد القانون، كاين الفلوس. دابا اللعب دابا دخل فيه الفلوس، المعادلات خربقات. بقيناش عايشين في في في, في الغابه ولا الصحراء عايشين كنبنيو دارنا بالخشب. نو كاين الفلوس، كاين الضرائب، كاينه واحد ليغارشي ديال المجتمع المعاصر. غير هو يمكن هذه النقطه سمحي لي حيت ما معناش هنا شخص يعني باش يهضر باسم يعني هاد الناس. كنظن على ان هذا التمييز اللي كيديروه على اساس ان الرجل اقوى من المراه جسديا، وان كاينه شي حويجات الرجل كيديرها والمراه ما تقدرش ديرها. فعلى هذا الاساس كيقولوا ان المساواه هي غير ممكنه بين الرجل والمراه. فعلا لانه كاين اللي كيسحب لي المساواه. انا مثلا الا كمراه الا دويت على المساواه هي نوض ندير اللحيه ونولي بحال الراجل. لا انا فاش كندوي على العدل ما بين المراه والرجل، علاش نعطيك واحد المثال. انا فاش مثلا كنمشي كنخلص الواجبات الماديه ديالي في المقاطعه في دار الضريبه في الماء والضوء والويفي، كيجي عندي شي حد تيقول لي ايوا انت بنيته خلصي غنديروا معك واحد بروموسيون ذكوريه نص الثمن، يلاه خلصني نص الثمن حيت انت مراه. ما كاينش اللي تيقول لك، يعني انا كنشوف في الواجبات كاين شي كيعقل عليك في الواجبات الماديه. انت مواطن تكون مراه راجل زرافه، يا اما غتخلص يا اما ستعاقب. وكذلك في الحقوق، إذن علاش كنغمضوا عينينا في شي مسائل وفي شي حاجه اخرى عاد كنتفكروا الياجور والسيما؟ لا يعقل. يعني كنتمنى ان الرساله تكون لا فهمتي شنو لا فهمت كما يعني كنديو الواجبات كما بغينا نفس الحقوق. غير انت من دعاه المساواه، يعني ان بحال الرجل بحال المراه، ولا يعني هي مساواه في بعض الحويجات اللي ممكن فيها المساواه، وإنصاف يعني في حويجات اللي احنا مختلفين مع الرجل؟ شو نقدر نقول المساواة غير هي ما يبقاش الناس يعتبروها مساواة فيزيولوجية. كندوي على مساواة اجتماعية، مادية، اقتصادية، سياسية، في في في
وهنا غنوصلوا عاوتاني لمدونات الاسره، يعني شحال من حاجه ما عندناش حنا كما عند الرجال. يعني كندويو على مثلا الولايه عند الام اللي مازال ما مازال بزاف المحكمه عامره بالنساء اللي قانونيا مازال يمكن المشكل تقانوني ماشي غير مع الرجل ولكن كذلك حتى مع القانون. طبعا انا كنستغرب انه كاين واحد الحمله تيقول لك فيها حنا عندنا حقوق اكثر من الراجل. ثقوا بيا كون كانوا عندي انا حقوق اكثر من الراجل كنت انا غنضل على الراجل باش يكون حتى هو عنده المساواه مع المراه. اذا انت نضالك من اجل الانسان. طبعا الحمله للانسان.